تتويجا لعهود ممتدة من العطاء والولاء وتأكيدا على مواصلة مسيرة الإنجازات والتضحيات من أجل حفظ أمن الوطن وحماية المكتسبات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، تطلق وزارة الداخلية اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل سلسلة من الاحتفالات والفعاليات المجتمعية التي تجسد مسيرة 100 عام من تاريخ شرطة البحرين. كفن سلاح حرس سلام العلم سلام طف ومن المقرر تدشين هذه الاحتفالات برفع راية وزارة الداخلية يزينها شعار المئوية لتنطلق بعدها سلسلة من البرامج التي تبرز التاريخ الحضاري ومسيرة التطوير والتحديث التي أصبحت أحد مرتكزات الأداء الأمني بمفهومه الشامل. تأسست شرطة البحرين في عام 1919 ميلاديا بأمر من صاحب العظمة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها، لتشهد شرطة البحرين بعدها تطورات طالت مختلف الأجهزة الأمنية بما يلبي متطلبات تحقيق السلامة العامة للمواطنين. وقد ظلت شرطة البحرين على امتداد هذه المئوية على مسافة قريبة من كافة المواطنين وملتزمة بعهد من الولاء والانتماء للوطن.